علم العقيدة يوصلك إلى حب الله، بل إلى إدراك لذة ذلك، لأن الحب كلنا ندعيه، أما إدراك لذة ذلك فقليل من يدرك حب الله ولذة ذلك. إذا أردت أن تتذوق تلكم اللذة الربانية التي هي تطير بعقلك وتخرجك من هذا العالم، فعليك بعلم العقيدة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا لا يحبون حبا يوازي حب الله أي مخلوق، بل حب الله عز وجل هو الذي بلغ الذروة في ذلك، حب الله هو الذي نطح السحاب. أما باقي المحبات فهي دونه بمفاوز كثيرة جدا.